اهلا بيكم. النبض وعلاجه. انا عارف انك انت واحد من اتنين، اما انك انت بتعاني من نبض متنقل في جسمك وعايز تعرف ايه هي اسبابه وتعرف ايه علاجه ايضا، او ربما انك انت عندك فضول تعرف ايه هو النبض وهل هو من الجن والشياطين ولا لا، فركز معايا وان شاء الله علاجك هيكون في المقطع ده. اول حاجه خليني اضرب لك المثال على نفسي. بيعزمني مجموعه من اصحابي فبخرج معاهم، بيتكلموا عني شويه، فجاه بحس ان في قشعريره امتلكت جسمي. بعد القشعريره ديت بيجي لي شعور غريب وهو تنميل في أماكن متفرقة من الجسد، لكن ما بنتبهش وبخرج معاهم وبطلع وبروح البيت عادي. أو ربما تكوني قاعدة مع مجموعة من صحباتك أو قاعدة في فرح أو قاعدة في عرس، بس جات لك قشعريرة غريبة كده. القشعريرة ديت امتلكت جسمك كلته من أول منبت الشعر لحد مخمص القدم. بعد القشعريرة ديت بيحصل زي نغز، كنغز الدبابيس في الجسد، لكن الإنسان ما بيلتفتش، بيقول إن الأمر طبيعي. لكن بعد كده إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالتالي: بروح البيت بقعد مع نفسي كده، بتجيل القشعريرة ديت مرة تانية، وفجأة أحس إن في نبضة خفيفة في جسمي. لكن خليني أسألك سؤال في بداية النبض ده يا أخي الكريم، هل النبض كان في كل مكان في جسمك زي الآن، ولا كان في منطقة معينة فقط؟ كان في منطقة معينة فقط. طب ما تعرفش هو ليه انتشر في جسمك؟ طب ممكن ترد عليا وتقول لي ليه في كل مكان في جسمك بتحس ان في نبضة، او تحس مثلا ان النبض صار في اماكن متفرقة على الرغم انه كان في اطار محدود، ممكن يكون كان في الدراع، كان في الرجل، كان في الكتف، كان في الصدر، لكن ليه انتشر في الجسد؟ هشرح لك. انا بكون قاعد مع نفسي فبتجي لي افكار، الافكار ديت افكار سيئة قوي. مع الافكار ديت بيحصل نبضة في جسمي في اي عضو، سواء في الرجل او في الايدين او في الوجه او في الصدر، ايا كان موضع النبضة. بعد كده ببص الاقي فيه فوران في دمي. فوران الدم ده عبارة عن افكار وهواجس موجودة جواك. الافكار والهواجس ديت عبارة عن اشياء فيها ايحاءات بفعل معاصي وفعل ذنوب وفعل ضغائن مع الناس، فانت لو امنت بيها ومشيت وراها هتبص تلاقي ان النبض انتشر في كل جسمك. وده اللي حصل معاك ولا لا؟ طب انا ما امنتش بيها ولا مشيت وراها بس ضعفت، هتلاقي ان الهواجس والافكار ديت وصلت للقلب. مجرد ما بتخش على القلب بقى في اللحظة ديت بحس ان قلبي بيوجعني، قلبي فيه شكة غريبة كده. الشكة ديت انا مستغرب منها، ايه الوجع اللي في القلب ده؟ ايه الالم اللي في القلب ده؟ اروح لطبيب واثنين وثلاثة يقولوا انت ما عندكش اي شيء، ده انت رسم قلبك 10/10. في اللحظة ديت ممكن يجي في بالي سؤال، هو ايه ده؟ قلبي ده بيوجعني ليه؟ طب ايه النبض والرعشة اللي بتحصل معايا أثناء ما بكون لحالي، أو بتحصل معايا وأنا قاعد مع حد معين أو شخصية معينة، والنبض ده بيتكرر عندي ليه؟ طب أنا أتخلص منه إزاي؟ النبض ده هو عبارة عن شيطان بيجري في جسمك مجرى الدم وبيتحكم في كل أعضاء جسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقه مجراه بالجوع. أنت تقدر أنك أنت تحبس النبض ده في دراع أو في منطقة معينة وتحط صبعك عليه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو تستعيذ بالله من شر الشيطان فيبتعد عنك شر الشيطان ده ويبتعد عنك النبض نهائيا. لكن خلينا اكمل لك ايه اللي بيحصل. بعد كده خلاص قلبك بتصير تشتكي منه، فبتروح لطبيب ما بيعرفش يشخص حالتك، يبدا النبض يزيد عندك في منطقه معينه من الجسد، اصبح منتشر في كل الجسد. بعد كده يجي الدم بتاعك يفور زياده والشيطان يتحكم زياده، يصل الدم اللي فيه الافكار والهواجس للمخ. اول ما الدم بقى بيوصل لمخك وفيه الافكار والهواجس، بتبص تلاقي نفسك انت بين امرين. الامر الاول اما انك انت تخش في الذنب ده وتعمل المعصية ديت وما تقدرش انك انت ترجع عنها ولو للحظة واحدة، والامر الثاني ربما انك انت تبتعد عنها فيكون في احجام. واسمح لي ان انا اوضح لك نقطة مهمة، انت تعرف انك انت جواك لومتان. اللومة الاولى انك انت لما بتيجي تعمل ذنب او معصية بتلاقي قلبك وجعك قوي، انا ليه عملت كده؟ انا عمري ما كنت اتصور ان انا اعمل كده، وتستغفر ربنا وتتوب تحمد ربنا على كده، لان اللومة ديت من الله عز وجل. واللومة الثانية لما باجي اعمل ذنب او معصية ابص الاقي في حاجه بتقول لي جوايا كده، هو انا ليه ما ابدعتش في الذنب ده؟ طب هو انا ليه ما كلمتش فلانه ديت وعرضت عليها كذا؟ او انا ليه ما كلمتش الشخص ده ووهمته بكذا ولا عزمت عليه بكذا عشان اشده واسيطر عليه اكتر؟ كل الحاجات دي بتحصل معانا. بيبدا بقى الشيطان يلعب بيك زي الكوره، وده اللي اتكلمت عنه في الحلقه اللي فاتت. هنا بقى يا اخي الكريم عايزك تعرف ان النبض اللي بيحصل في جسمك ده هو ما هو الا مس طائف. المس الطائف ده بيكون جن خارجي.
فبيجي يخش جسمك عادي، لان الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم، فبيلاقي فيه ارض خصبه. ممكن انك انت تحبسه في عضو معين لو استعذت بالله من شره في البدايه، وممكن انك انت تسيب جسمك ليه مرطع وارض خصبه يعمل فيها اللي هو عايز. وعايزك تعرف ان لكل انسان شيطان، وده اللي هتكلم عنه الحلقه الجايه مش النهارده، بس عايزين نعرف بقى بعد الحكي ده كلته ايه هو علاج النبض. اول حاجه عايزك تعرف ان النبض ده ما هو الا شيطان بيجري في دمك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين امنوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وايضا الله عز وجل بيقول في كتابه العزيز واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنا بقى تعرف ان النبض ده عباره عن ايه؟ عباره عن وساوس وهواجس في دمك، وده بدايه الوسواس القهري والعياذ بالله. فعشان تتخلص من النبض ده تعمل ايه؟ اول ما تلاقي النبض جالك في رجلك، او اول ما تحس بالقشعريره اللي حصلت ديت، اعرف ان ده مس طائف جالك عن طريق عين، او جالك وانت غافل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، او ربما جالك وانت مقلل في الافكار بتاعتك. فتيجي على موضع النبض وهتيجي واضع يدك كده، واعرف ان تحت يدك ديت في شيطان بيوسوس لك، شيطان خبيث. عايزك تعرف بقى ان النبض ده ما هو الا بدايه للوسواس القهري. ليه؟ لان هو شيطان بيجري في دمك. فعشان تتخلص من النبض ده في المراحل بتاعته ايا كانت المرحله، اعمل اللي هقول لك عليه دهوت، وحط لي في الكومنتات اذا كان النبض توقف معاك ولا لا، وانا واثق بالله عز وجل ان النبض هيتوقف من اللحظه دي. ضع يدك على موضع النبض او في الاماكن اللي بتحس فيها بنبض او اثناء شعورك بالنبض، هتحط ايدك كده وتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، وتيجي عامل بصبعك كده تقول ايه وانت بتحرك صبعك، اعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، 7 مرات. ثم بعد ذلك حرك صبعك عكس عجارب السيعه على نفس الموضع اللي بيحصل فيه النبض، لان ربما يكون تحت من ايدك شيطان بيجري في دمك، تقدر انك انت تقضي عليه باذن الله بالدعاء، تقدر انك انت تقضي عليه باذن الله بالايات القرانيه. خلى عندك يقين، اعرف انك انت لما بتلجا لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ان ربنا هيمدك، ربنا هينصرك. ليه؟ لان هو مطلع عليك، عارف انك انت مظلوم. سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، هو ارحم بك من امك، ارحم بك من اختك، ارحم بك من اخوك. فلازم يكون عندك يقين ان التعب اللي موجود عندك ده هيخف باذن رب العالمين، وهو هيخف. زي ما قلت لك هتعمل ايه؟ هتحط ايدك على مكان النبض وهتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات. ثم بعد ذلك يا اخي الكريم هتتك كده عكس عجارب السيعه مع لف صبعك على موضع النبض وتقول ايه؟ اعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. ثم بعد ذلك برضو صبعك على مكان النبض تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اسال الله عز وجل اذا كان الشيطان بيجري في دمي وهو اللي مسبب لي النبض ده ان ينزل علي صعقة من السماء تحرقه هو وكل أعوانه. صدق بالله عز وجل إنك أنت مش هتشتكي من النبض تاني، لو قلت الكلمة دي بيقين، لو قلت الدعاء ده بيقين مش هتشتكي من النبض تاني. ثم بعد ذلك يا أخي الكريم تتكى بكل ما أوتيت من قوة وتقرأ قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. كل آية تقرأها 7 مرات مع حركة دائرية عكس عجارب الساعة زي الطواف كده على المكان اللي بيحصل فيه النبض عندك، وبإذن الله هيختفي النبض من عندك نهائيا. جرب الطريقة دي وانت متوضي، ها جربتها جابت معاك نتائج؟ احمد الله عز وجل على ذلك، وحاول انك انت تشيرها لاصحابك، فالدل على الخير كفاعله. ولو انت اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. انتظرونا السبت الجاي ان شاء الرحمن عن حلقه بتكلم فيها عن الانسان والشيطان وعلاقتهم ببعض. لو عجبك المقطع ده شيره لاصحابك، وما تنساش تضغط لايك وتدوس زر سبسكرايب وتفعل الجرس، فالدل على الخير كفاعله. دمتم في امان الله.